السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كان في مباراة كرة قدم في الدوري المصري بين فاركو والمقاولين العرب. حد تابع المباراة؟ حد تابع المباراة؟ يعني رغم إن الفرقتين في موقع كويس جدا في جدول الترتيب. طب عاوز أقول لك حاجة، يعني بيراميدز في المركز الثاني وفيوتشر في المركز الثالث في جدول الترتيب، يعني في المربع الذهبي. في جمهور بيحضر لهم. طيب لو عملوا ماتش فيوتشر وبيراميدز والدخول مجاني، كم جمهور هيحضر؟ جمهور قد ايه اللي هيحضر؟ طب جمهور قد ايه اللي بيتفرج على مباراة الفرق دي، الا اذا كانت بتلعب مع فرق كبيرة جدا ومهمة يعني في الترتيب بالنسبة لفرق جماهيرية. طب المقاولين العرب خد دوري ابطال افريقيا وخد كاس الكؤوس الافريقية وخد الدوري وخد الكاس المصري وخد بطولات كتير جدا، كم عدد جمهور نادي المقاولين العرب؟ مفيش. 10 20 30 ألف 2000 في بلد فيها أكتر من 110 مليون، وعلى مستوى الوطن العربي والعالم كله فيه ناس بتشجع وبتحب الكرة الجماهيرية المصرية، يعني مثلا الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد والمصري بورسعيدي وغزل المحلة وأسوان اللي وافد الجديد. فأنا عايز أقول لك حاجة، في حرب كبيرة جدا عشان تدفن الكرة الجماهيرية دون الأهلي. النهاردة الزمالك بيتحارب عشان خد 2 دوري ورا بعض. صعب صعب. هيسيبوا الزمالك ياخد 3 دوري 4 دوري؟ لا مستحيل، مع ان الزمالك كان عنده امكانيات. حرب حرب منظمة وسيار سيناريو بايظ ومفهوم. صعب جدا ما تسيبه كل واحد ياخد بمجاله ويلعب بحقياته بورقه ومستنداته. لا لا، الزمالك خد 2 دوري مع بعض، ده كبيره. تحس ان هو انتزع من الفريق الحكومه وفريق الدوله الدوري. الاهلي ما ينفعش يحصل معاه الكلام ده، ياخد 9 دوري 10 دوري 11، ما فيش قطر مكمل وكل حاجه مسموحه له، ياخد ثالث الدوري المصري ويشارك في دوري ابطال افريقيا. ده حتى خد تاني افريقيا وشارك في كاس العالم القديم. يعني لازم الدنيا تترتب، لازم تتستف. لكن عند الزمالك لازم يتحط عقوبات ويتحط لوائح ويتحط 60 حاجه، واعلاميا تلاقي ناس بتكشر لك تقول لك احنا اصلا واقفين جنب الزمالك والكره الجماهيريه. يا جماهير انت بتضحك على بعض، انتوا بتقولوا الكره الجماهيريه بتضحكوا على بعض، انتوا بتحاربوا الكره الجماهيريه في مصر لغايه ما الكره ما عادش كره في مصر اساسا. لما مصر بقت قبح وحصل لبقيه الفرق، مش الاهلي وبس، الزمالك بس بقى حصاله. بقينا النهارده مثلا الاهلي شارك في كاس العالم، شال 4 مش عارف من مين، وشال 4 بشرف. يا راجل بقى انت لما تتغلب ب4 بقت بشرف وبقت يا الله بقى، حسبنا الله ونعم الوكيل. والزمالك ان شاء الله باذن الله هيفوق من غمته زي الاسماعيلي والمصري والفرق الكبيره دي الجماهيريه الحقيقيه، وترجع الدوري جماهيري ان شاء الله. بصوتك اعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.